السلام عليكم. يونت 6 لسن 7 ولسن 8 ولسن 9 راح اشرحهم بهذا الفيديو. الاشياء اللي بيهم بسيطه، راح نشرح الرسائل الرسميه والغير رسميه باللسن 7. لسن 8 مجرد تمرين واحد، ودائما هو يكون لسن 8 ما بي شيء حتى بكل اليونتات. واللسن 9 مثل ما تعرفون هو تيست يور سيلف، اللي هو اختبر نفسك، راح نحل التمارين. يعني التمارين الموجوده به طبعا على المبني المجهول، نص التمارين او يعني تمرينين او ثلاثه، ما راح انا بس راح احلهن، يعني اشوفكم الحلول مالتهم بدون ما اشرح الموضوع، لان موجود هو بفيديو المبني المجهول. بس البقيه اللي هم يعتمدون على المعاني والاختيارات راح اترجمها مع الحل. اللترز هنا عندنا بهذه الصفحه اللي هي الصفحه 60 من كتاب الطالب الاول ستودنتس بوك، موجود عندنا يقول ريد ذا لترز ويتش is a letter of thanks، اقرأ الرسائل ومن هي رسالة شكر، which is an answer to a request for information، ومن هي اللي هي جواب على طلب لمعلومات. الرسالتين ذني، وحدة رسالة رسمية مبينة من شكلها، هذه مقدمة إلى بنك أو البنك أرسلها إلى شخص كان طالب معلومات، وهذه مبينة هي اللي رسالة شكر بين الأصدقاء، فتصير غير رسمية. الرسالة باعوا راح يصير عندنا احنا، يقولون لنا شلون تصير رسالة رسمية، شو يقول العبارات مالتها، شلون نحكي، شلون نبدي الرسالة، شلون ننهيها مثلا، اذا نريد نطلب، اذا نريد نعتذر، شنو المفردات والعبارات اللي نقولها. فيبدون دائما بدير مستر ناصر هذه، وقال له شكرا لرسالتك يوم 10 نيسان 2013، ورجاء جد المرفقات enclosed information find enclosed information you requested about our accounts، راح يقول لك راح تلقى المعلومات اللي انت طلبتها عن حساباتنا. I'm happy to inform you، انا سعيد لابلاغك لاعلامك that all our services are available online، بان كل خدماتنا موجوده على الانترنت. Passwords are sent، الرموز يعني الكلمات السريه شلون رمز المرور، أرسلت to clients 3 days after opening an account، ترسل الباسوردات بعد 3 أيام من فتح أي حساب. We also provide a 24 hour telephone banking service، نقدم خدمة مصرفية عبر الهواتف على 24 ساعة. Please contact me again if you need any more information، اتصل بي مرة أخرى إذا تريد أي معلومات. Yours sincerely، مخلص لك فادي معلوف. فشي هيجي. الرسالة الثانية باعوا اختفت هذه، مثلا الكليشيه اختفت هذه الدير، راح يصير دير احمد قبال، مو مثلا دير مستر 13 التاريخ قبال. و thanks for your letter and the photos، شكرا رسالتك والصور قبال. If I had a digital camera، لو كان عندي كاميرا رقمية، I would have taken some pictures too، كان انا ما اخذت صور. It's nice to have good photos and put them on a laptop، كان حلو انه ناخذ صور زينه ونحطها باللابتوب. That shop where you got your camera is really good، المحل اللي جبت منه كاميرتك اشتريتها فعلا جيد. We haven't got anything like it near us، بصراحه ما عندنا احنا مثله يمنا قريب من علينا. Could you buy me one like yours، تقدر تشتري لي واحده مثل كاميرتك؟ I'd be so grateful، راح اكون ممتن لك. If you can get me one، وإذا جبت لي وحدة قدرت تحصل لي وحدة، let me know how much it costs and I'll transfer you the money، قل لي ايش قد تكلف، ايش قد سعرها، وأنا راح أرسل لك أحول لك الفلوس. It was great to see you at the party، كان فعلا أمر رائع أن أراك في الحفلة. I'm sorry I couldn't stay for long، وآسف يا ما قدرت أبقى وياك هواي. Best wishes، أطيب الأمنيات فريد. التمرين الموجود على الرسائل يقول when did the customer write to the bank، يوم 10 أبريل 2013. when will passwords be sent، متى سوف يتم إرسال الرسائل الباسوردات. 3 days after opening an account، what would Farid have done if he had a digital camera، he would have taken some photos too. what does Farid want his friend to do، buy him a camera like this like his، نقدر نقول أفضل شري له كاميرا مثل مالته. على العموم التمرين هذا مو مطلوب وزاريا انسوه. نجي للتمرين بي مهم، راح يصير مهم ليش؟ لانه هو اجى مره بالوزاري هذه الجمله
على حد علمي هو بس هاي اللي جتي دورفان 2016. راح نقول لكم شنو موجود. الموجود بالتمرين هذا يقولون which expressions، يا هي من التعابير التالية can we use in formal letters. formal letters هي الرسائل الرسمية. which can we use in informal letters، ومن اللي نستخدمها بالinformal letters الغير رسمية. اكتب قبالها F أو I أو FI in the boxes. شنو قصده بالF اللي هي formal، اختصار للformal، والI اللي هي اختصار للinformal. وإذا خليناها اثنين نسوي، يعني هاي التعبير اللي بنذني يرهم للاثنين، تقدر تقوله بالرسمي تقدر تقوله بالغير رسمي. ذني ضروري نعرفهن، يعني نترجمهن ونحفظهن. addressing the letter، عنوان الرسالة توجهها لمن، هل هذا الشخص يعني مدير، شخص بمستوى عالي رسمي، فتقول له dear Mr. فلان أو dear راشد أو dear sir. فبنقول له dear Mr. Smith، dear Mr. Tony، dear Mr. برعي، هذه تكون رسمي formal. لما أقول dear راشد، dear فلان، hello، ما معناتها عزيزي، هاي تصير informal. dear sir إذا ما أعرف الشخص اللي أنا أخاطبه خصة بالرسائل الرسمية، بس أقول له سيدي العزيز بدون ما أعرف اسمه أنا، فأقول له dear sir، تصير formal. starting the letter، شلون نبدأ الرسالة؟ فنبديها مثلا this letter is to inform you، هذه الرسالة لإعلامك. thank you for your letter of، شكرا لرسالتك بيوم كذا. thanks for your letter، أي شيء بي thanks هذا غير رسمي. I'm writing to، أنا أكتب لي formal. لاحظوا بس اللي بيها thanks هيجي مختصرا بينه، مو thank you، هذا يصير بين الأصدقاء. making a request، طلب، عمل الطلب. would you could you can you، هاي شلون عندنا بتشان بطلبات مؤدبة. فال would you وال could you ممكن نستخدمها both بالاثنين، بس ال can you نقدر فقط نستخدمها بال informal. saying you are sorry، تقول بأنك متأسف، صار فد شيء مثلا تأخرت فد طلبية معينة، فد شلون تقول له sorry، تقول له I'm sorry، I'm sorry، أي شيء باختصار مثل هي الشغلات، هاي غير رسمي، كل شيء باختصار. هنا عندنا على الأقل هاي thanks، ماكو thank you، وهنا جتنا am، أي شيء غير رسمي نسويه باختصار نقدر. بس I apologize، أنا أقدم اعتذاري، أعتذر لي formal. to say you are sending something with the letter، تقول بأنك ترسل شيء مع الرسالة، يعني مرفقات، شلون مثلا واحد يدز رسالة وياها كتاب معين، استنساخات إلى آخره. فنقول له please find enclosed، رجاء جد المرفقات formal. here is، أكو اختصار informal. I enclose، أنا أرفق formal. closing the letter، إغلاق الرسالة، من نختمها آخر شيء، فنقول له yours sincerely، المخلص لكم. yours faithfully، هم أيضا المخلص لكم. best wishes، informal. see you soon، أيضا informal. شلون جت بالوزارة، وممكن أي واحدة من ذي العبارات تجي، خلينا نشوف. when you say you are sending something with the letter، هذه من تقول انك ترسل شيء مع الرساله، نستخدم here is لو I enclose for formal letters، للرساله الرسميه for formal letter. للرساله الرسميه ايش نستخدم؟ I enclose لو here is، قلت لكم اي شيء باختصار ويا الانفورمال وهاي فورمال، فصارت I enclose. فاي وحده تجي ممكن يجيبوا لكم closing the letter، when we close the letter we say، عندما نغلق الرساله نقول، وينطوكم اثنين من ذني، واحدة رسمية واحدة غير رسمية، فلازم حافظيها. أو ممكن يقولون when we are saying that we are sorry for something، أو when you say you are sorry you use I'm sorry لو I apologize، طوكم كاختيارات بهذه الطريقة، يعني مو فد شيء صعب. يقدر أصلا يقول مثلا we use I apologize for formal لو informal، يعني يعطيني اختيارات يقول لي هاي ال apologize ممكن استخدمها بالفورمال لتر لو انفورمال لتر. هاي الطريقه الوحيده اللي نقدر نفهم هذا التمرين بها، ما دام دخل بالوزاري انا هسه ااكد عليه واقول هذا مهم. هذه الشرح مال استخدام الرسائل الرسميه وشلون نقولها وشلون هيجي، انا ما تخدمني هذه. عندنا هنا رساله نرسلها للشكوى، او شكوى ارسلتها سميره للبنك مالتها، ما مطلوبه من عندكم، هذا كله ما مطلوب. ايضا هذه عندنا رساله الجواب، السيد محمد مو انا طبعا، مدير البنك الى سميره، فجاوبها وهاي احنا نمليها، ما بيها فد عبارات صعبه، وهو اصلا نشاط صفي لا تشيلوا الهم.
انتهى هذا الليسن 7، ما عندنا كل مشكلة به، فقط هذا التمرين تهتموا له والمفردات شوية اللي موجودة به تميزوها. اوكي، لسن 8 بالاكتيفيتي بوك، هذا ما موجود بكتاب النشاط، الكتاب الطالب، هو بالضبط نفس هذه التمرين. هذا التمرين مطلوب مني اكمله، هذه العبارات والجمل، واتصور هو الاصل listening. فذني العبارات هسه بالاصفر هي بالضبط هذه، نوصل هذا النص ويا النص مالته، ودائما يجي بالوزاري من عنده. Could you please let me know؟ هل يمكنك رجاء إعلامي إخباري تصير ويا هاي؟ When I will receive my card؟ متى سوف أستلم بطاقتي؟ I was told that، تم إخباري بأنه، ويا الأي، I would receive it within a week، بأني سوف أستلمها، كنت سأستلمها خلال أسبوع. I'm writing to inquire، أنا أكتب لطلب معلومات، inquire أطلب معلومات. About my ATM card، E عن بطاقة صراف الآلي. If I had an ATM card، لو كان عندي بطاقة الصراف الآلي، تصير I could withdraw money on my way to work، كنت استطعت سحب الأموال في طريقي للعمل. If I could check my account balance by telephone، لو استطعت، لو تمكنت من التأكد من رصيد حسابي عبر الهاتف، I would save a lot of time، لو وفرت الكثير من الوقت. هذا مهم، أشروا وانتهى. هذا مو مطلوب من عندكم، هذه الترجمة مالته. التمرين هذا عبارة عن إنشاء من 100 إلى 120 كلمة، وطبعا مو مطلوب أيضا، يشبه شكوى البنك، هو أيضا complain to your bank، شكوى للبنك، لكنه عندنا إحنا غير واحد بنهاية بالتمارين بلسن 9، وموجود بملحق الإنشاءات إذا تنزلين الملزمة. وإن شاء الله الأيام الجاية راح أسوي فيديو عن الإنشاءات وأقراها لكم. انتهى اللسن 8، خلاص كل شيء ماكو. نجي اللسن 9 التست يور سيلف، مهم جدا، دائما تجي التمارين مالته بالوزاري. اندرلاين ذا كوركت الترناتيف، سوي خط او اختار، يعني ما معناته هنا البديل الصحيح او الكلمه الصحيحه. My father opened، بالاحمر هو الاختيارات بس راح اترجمها، والدي فتح حساب لي عندما كنت صغيره. My father opened an account for me when I was quite young. Made عمله، الحساب يفتح وليس يعمل. I deposited أو دعت 5 مليون إيراكي دينار this morning، 5 ملايين دينار هذا الصباح. Installed أنزلته، ما تفيدنا. Banks usually pay charge، البنوك عادة تخصم fee if you are overdrawn، رسوم إذا كان رصيدك قليل. الباي تدفع، هي مو تدفع لي رسوم، تخصم من عندي. If you maintain a minimum balance you don't have to pay a fee، لو تحافظ على تديم الحد الأدنى للرصيد ليس عليك دفع هذا الرسوم. stay تبقى، ما تفيدنا، نريد maintain. I can make a withdrawal at any ATM car at an ATM at any time، طوج هاي. يمكنني عمل سحب نقد من أي جهاز صراف آلي في أي وقت. Some accounts، بعض الحسابات، pay more interest than others، تدفع فائدة أكثر أو أكبر من غيرها. Cost، تكلف، ما تفيدني. هذا التمرين خلصنا من عنده. التمرين اللي بعده هذه الكلمات راح ننزلها بالفراغات التالية. Withdrawal، سحب نقد. Expired، منتهي الصلاحية. Back، يعيد، يعني راح تصير هي ويا الكلمة الوياه، فتصير يعيد، يرجع. valid، صالح، نافذ، يعني مو expire. branch، فرع. down payment، دفعة أولى، المقدمة من تشتري شيء بالأقساط تمقدم. statement، كشف. installments، أقساط، أقساط الشهرية، وأونلاين على الإنترنت. أما هاي الجملة إذا تجي الوزاري لو يجيبون هذه فارغة، لو بس هذه، يعني ما يجيبون اثنين هين، فيقول له I'm afraid your card is no longer valid، أخشى أن بطاقتك لم تعد صالحة. ليش؟ It expired a week ago، انتهت صلاحيتها منذ أسبوع. This bank statement، هذا كشف البنك، shows I have a lot of money in my account، يبين أن لدي أموال كثيرة في الحساب. طبعا كذب، أنا ما عندي حتى فلوس. There must be a mistake، لا بد من وجود خطأ. I didn't make this withdrawal last week،
لم أعمل هذا السحب النقدي الأسبوع الماضي. How many installments do you have to make to pay back your loan؟ كم عدد الأقساط الشهرية عليك دفعها لتعيد ترجع القرض؟ My father lent me the money. والدي أقرضني المال المبلغ المال to put a down payment on a new car لأضعه دفعة أولى للسيارة الجديدة. If you have an inter if you have الصور an internet access إذا كان عندك إمكانية الدخول الإنترنت you can bank online يمكنك الدخول للبنك على الإنترنت. There is a branch of our bank يوجد فرع للبنك near the university قرب الجامعة. انتهينا من عند هذا التمرين أيضا. نشوف التمرين اللي بعده. هذا التمرين أكو بس فراغ، هاي ما موجودة الكلمات فوق حتى ننزلها مثل التمرين اللي قبله، احفظوهن يعني ممكن يجيبوه بهذه الطريقة بالوزاري، وعلى أكثر هم يجيبون الكلمات يعني مرات هيك صادفة، يمكن مرة جابوا حتى للتمهيدي المشكلة يعني خطية التمهيدي هسه يدخلون بإنذار، التمهيدي مرات يجيبون لهم أسئلة أبو الكلية ما يحلها، مو أبو الإعدادية اللي يداوموا ويدرسوا. على العموم A current account comes with a checkbook. الحساب الجاري يأتي مع دفتر صكوك. You can withdraw money from an ATM machine. يمكنك سحب النقود في من جهاز الصراف الآلي. The minimum balance, الحد الأدنى للرصيد 1000 دينار عراقي. The value of an investment can go down as well as up. قيمة أي استثمار يمكن أن تنخفض وكذلك ترتفع. If you don't have enough money to buy something, إذا لم يكن لديك المال الكافي لشراء شيء, you can ask the bank for a loan. تسأل البنك, تطلب من البنك قرض. التمرين هذا أيضا موضوع الإف الشرطية وجايبي عبارة عن اختيارات ونحدد الاختيار من خلال الحالة اللي إحنا لازم نعرفها. مثلا هذا يقول if I open, open فعل مضارع لأن مو opened ولا had opened فمن بين مضارع إذا لازم أختار will حالة شرطية أولى. يعني هنا أنا ما راح أعتمد على المعنى راح أعتمد على القواعد. فيقول لو فتحت حساب طلاب سوف أتمكن من قديم الحد الأدنى للرصيد. If I had known it was raining when I left لو عرفت أنه كانت تمطر من طلعت كان أحضرت الأمبريلا مالتي المظلة. فهنا عندي محلولة هاي had known ماضي تام فلازم يصير عندي would have ما يصير would had لأن هو أصلا الود يجي وراه فعل مجرد فهاي أصلا خطأ. If I have had seen عندي would have told حالة شرطية ثالثة فلازم يصير ماضي تام. فلو كنت رأيته بالأمس لكنت أخبرته أخبارك أو قلت له عن وضعك. احنا عندنا هنا would have وهاد تصريف ثالث فهنا لازم نصير ماضي تام لان حاله شرطيه ثالثه. If we hadn't gone swimming لو لم نذهب للسباحه we wouldn't have had time to go for a boat ride كان صار عندنا وقت لان نروح لركوب القوارب. If I had a computer لو كان عندي كمبيوتر we could search the internet كان تمكننا من البحث بالانترنت. طبعا هنا الكود يعني بالضبط هي مثل الود. If I played tennis, لو لعبت تنس, I would join the tennis club. لو أنا ألعب تنس, كان انتميت والتحقت بنادي تنس. فحالة الشرطية الثانية من وجود would و join. فخاف تجيكم, لازم تميزون الجزء اللي هم حاليا مو الجزء اللي بيه الاختيارات حتى تقررون هذه الحالة. أنا ما شرحت قواعد هنا لأنه مشروحة عندكم الإف الشرطية ولا سنة 9 مراجعة للتمارين اللي ماخذيها. هذا التمرين عبارة عن تكمل النص اللي تريده أنت بما يناسب القاعدة وعلى أساس المعنى. فهذا محلول قدامكم. أنا كلش أهتم له هي التمارين. صحيح يجيب الوزاري بس هو من يجيب الوزاري ما يجيبه من عدين يجيب لكم معرف من أفكار. هذا موضوع الباسيف المبني المجهول ترتيب الجمل. هذه الحلول قدامكم تقدرون ترجعون لفيديو المبني المجهول وتشوفون شلون حليناهن وشنو ترجمتهن. ما راح يعني اطول بالوقت الفيديو هذا. تقدرون هذه توقفون الفيديو اذا تردون تحلون بالكتاب وما شايفين المحاضره مال باسيف بس تقدرون ترجعون للباسيف وتشوفون هذا التمرين ايضا محلول هناك. ايضا هذا التمرين بعده متعلق بالباسيف مبني المجهول
بس هذا حل مو بس ترتيب، عندنا تقدرون توقفون الصورة أيضا وتاخذون الحلول من عندها. هذا اللي بالأحمر هو الحل. التمرين بعده تابع للمبني المجهول ونملي الفراغات به، وأيضا توقفون الفيديو وتقدرون تشوفون الفيديو أو تحلون وترجعون الفيديو المبني المجهول. هذه كلها أيضا تابع للمبني المجهول، وخلصنا من عنده. انتهى lesson 9 lesson 8 lesson 7. الشرح نوعا ما صار سريع لأنه ما يحتاج أكثر من هذا الشرح، مواضيع شارحية من قبل أصلا إحنا، لكن بس ردت أكمل لكم اللسنات بهذه الطريقة حتى نمشي تسلسل الكتاب، فيكون الشرح سريع. أرجو أنه تكونون فهمتوا علي بهذا الشرح السريع، مو مثل بقية اليونتات إحنا شوية نمشي على كيفنا، لأنه لسن أو العفو يونت 6 ويونت 7 إن شاء الله الجاي بعدين يكون بهاي الطريقة، ما يحتاج هواية دروس هواية فيديوهات، هم موضوع قواعد واحد بيهن. هذا كان بمبني المجهول، وطبعا به الإف الشرطية وهي أصلا شارحية تابعة ليونت 3. واليونت 7 راح يجيب عندنا بس المستقبل، فما راح يصير عندكم أكثر من موضوع واحد، وباقي التفاصيل أقدر أجمعها مثل هذا الفيديو، 3 لسنات بفيديو واحد. على العموم لأني لا تهتمون بهن هواية ما عدا الرسائل، افتهمتوا هاي الرسمي وغير رسمي، وعندكم التمارين موجودة بلسن 9.